بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثالثة قسم شبكات المعلومات لمادة Network Operating System. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، يتقبل الطاعات بحق هذا الشهر الفضيل ويسهل علينا وعليكم وأمركم إن شاء الله باص لهذه المرحلة. طلاب، احنا مادتنا للفصل الثاني اسمها Network Operating System، وراح نتناول بيها الاوبريتنج سيستم فور راوترز مايكروتيك. طبعا اكو انواع هنا من الاوبريتنج سيستم. هاي الاوبريتنج سيستم راح تكون فور سيسكو، ايضا تكون فور سيرفر. احنا راح ناخذ النيتورك اوبريتنج سيستم فور راوتر اللي معتمد بالقسم. طبعا موجوده اجهزه هاردوير بالقسم نقدر نستخدمها. بعدين بالمحاضره الاولى راح اقول لكم شلون تنصبون السيميليشن تولز على مود تبدون تشتغلون بشغلكم العملي، قصدي لأن العملي مطلوب بهاي المادة. ليش مطلوب؟ لأن كل شيء راح نشوفه بهاي المحاضرة راح يطبق عمليا. نريد نسوي شبكة لان باستخدام الراوتر، نريد نسوي point to point network، نريد نسوي one technology. كل اللي أخذته بالمرحلة الأولى والثانية راح يطبق هنا. مراجعة سريعة للأوتلاين اللي راح ناخذه. طلاب، المحاضرة ضرورية ولازم تطلعون عليها مع العلم انه انتم ماخذينها بالمرحلة الاولى والثانية. زين، هذا هو الأوتلاين امامكم. عن مقدمة الى الشبكات الستينات والسبعينات كان اكو مين فريم، وهذا المين فريم اكو تيرمينال واكو مين فريم كمبيوتر. بعدين صار اكو هارد ديسك وتيب درايفر كمبيوتر سي بي يو تيرمينال تتحكم به، يعني المستخدم والكلاينت فقط عنده تيرمينال. تطورت هاي البيانات، لا صارت تبادل بالبيانات، تبادل بالمراكز، كبرت الشركات، صارت بيرسونال كمبيوتر. عندنا مصطلح اسمه الانترنت وورك، ما اريد ادخل بالتفاصيل والشرح. الانترنت وورك هو عباره عن مجموعه من الشبكات المتصله بالاجهزه الشبكيه مثل الراوترات والسويتشات والهبات. إذن هي مجموعة من الشبكات المتكونة عن طريق الأجهزة الشبكية. الإنترنت ووركينج هي لا الأجهزة والمصانع اللي تصنع وتصمم وتسوي الإنترنت ووركس، يعني الهاب والراوترز إلى آخره. عندنا البروتوكول والأو إس آي موديل كم مريتوا عليه، يتكون من 7 لاير، بس هو بالحقيقة 5 لاير. الاو اس اي لاير فور ثيوري، يعني فور اندرستاندينج، اوكي فور اندرستاندينج، على مود تعرفون شنو الاو اس اي لاير 7 لاير. زين، احنا هنا بعد شنو هاي 7 لاير متكونه سي بي اي بي سويت اللي هو الفايف لايرز، وعندنا الاو اس اي لايرز اللي هن الابلكيشن لاير. طبعا الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير هي لاير وحده، دائما لاير وحده، مو لاير وحده يعني فيزيكال لاير وداتا لينك لاير، بس بالتي سي بي اي بي سويت يصيرن تو لايرز فيكونن 5 لايرات. بس هنا الفيزيكال والداتا لينك لاير راح اراويكم الكاركترستكس مالتها. هنا اللي اريد اقوله هذا الجزء هو خاص بمن؟ بالمستخدم. هذا الجزء خاص بال البروتوكولات، هذا الجزء خاص بالفولتيه، هاي معروفه دائما، يعني الداتا لينك والفيزيكال لاير خاصه بالفريمات والفولتج، والانترنت والترانسبورت لاير خاصه بالبروتوكولات والراوتينج بروتوكول، والابلكيشن لاير خاصه باليوزر. هذا مثال توضيحي بين حاسبتين اي وبي ديتراسنل. الشكل المهم هنا اللي اريد اراويكم اياه انه هنا بالان تو ان ديفايس، يعني بي سي تو بي سي، انه نستخدم السبن لايرز. بين الراوترات، شوفوا هذا السهم منا لهنا راح نستخدم فقط 3 لاير اللي هن الفيزيكال والداتا لينك لاير والنتورك لاير. يعني شنو معناها؟ معناها انه الراوتر يوصل فقط للنتورك لاير، يبحث عن الاي بي ويتوقف، يرجع يسوي انكابسوليشن للباكيت ويدزها من راوتر للراوتر. هذه بين هذا وهذا نصيح لها بوينت تو بوينت، هاي نصيح لها الوان تكنولوجي. هاي عمليات النقل يصيحوا لها الايثرنت، الفريم ريلي، الاتش دي ال سي، الاف دي دي اي الى اخره، يعني حسب نوع الربط اللي موجود بالوان.
الملاحظة المهمة أنه الراوتر يوصل للنيتورك لاير يبحث عن الاي بي وانتهى، بينما الحاسوب لا، يوصل للسيفن لاير للابلكيشن لاير وينزل للفيزيكال لاير. هاي مهمة النقطة. الفيزيكال لاير خاصة بالفولتج والكونكشن كونكتر تايبز والماكسيمم كيبل لينث الى اخره، المواصفات اخذتوها. طبعا تتكون من الباينري داتا 0 اور 1، نقطة مهمة هاي، بينما الداتا لينك لاير تتكون من الفريم، والفريم اخذتوه بسورس مارك والديستنيشن مارك، ويتحكم بالهاندلنج ايرور هاندلنج والفلو كنترول، كلها تفاصيلها اخذتوها بالثاني. زين نجي بعد المن السب لاير، عندي اللوجيكال لينك LCC وعند المارك. LCC هو Allow Multiply Network Layer Protocol to Communicate، بينما المارك يكون Unique for Each Device. Network Layer أيضا عندها أشرح أسرع عليها، أنا كلها مرة بيهكم بس أنا انطيتها للفائدة اللي أنا أكو بيها بعض الاستعدادات مهمة. Network Layer لا يتعامل ويا الباكتس، بس احنا انتقلنا من الباينري 0-1 للفريم لل الترانسبورت لاير لايت، يستخدم ويا الكونكشن اورينتد ريلايبل ترانسبورت اللي هو تي سي بي والكونكشن ليست بيست ايفورت ترانسبورت، يتعامل ويا السيجمنت يعني تي سي بي ودي بي الى اخره من الانواع. السيشن لاير والبرزنتيشن لاير والابلكيشن لاير تتعامل ويا اليوزر، وكل وحده لها مهامها. يعني هنا وصلنا المن للداتا، شوفوا هنا بيتس فريم باكيتس سيجمنت داتا الى اخره. هاي هي الابر لايرز وهاي هي اللور لايرز. الداتا انكابسوليشن مهمه، بيتس داتا لينك نتورك هيدر ترانسبورت هيدر سيشن هيدر برزنتيشن هيدر داتا، هاي يصيحوا لها دي انكابسوليشن. بالعكس يصيحوا لها الانكابسوليشن داتا برزنتيشن لاير، تتغلى فوقها انه بالسيشن لاير الترانسبورت لاير نتورك لاير الداتا لينك لاير، وتروح على شكل بتات المن للكيبلات او للوايرلس. لان تكنولوجي اللي هي تربط عده بيسز ان ذا سيم بيلدينج، يعني بها هاي سبيد ان اكسبنسيف اند ليميتد ريتش اولويز اون كونكشن اند نو انكريمنتال كوست از تيبيكال اسوشييتد وذ سيندينج داتا، بها مواصفات تبهولي لهنا للجيجا بايت ايثرنت، السرعه مالته 1 جيجا بت بير سكند. طبعا اكو هسه بعد اسرع اللي اجانا اسرع من الفاست ايثرنت والجيجا بايت ايثرنت، عندنا الوايرلس لان ايش قد 54 ميجا بت بير سكند، وهذا هو التقنيات مالتهم اللي هي الكارير سنس ملتبلاي اكسس كولوجن ديتكشن، هاي اخذتوها ايضا بالثاني. نجي للوان، لا تكون ابطا، لازم تشتري تعريفه او سيرفرز بروفايدر لاستخدام الوان تكنولوجي. عندنا الباكيت سويتش نتوركينج، عندنا الليست لاين بوينت تو بوينت ريسيرف كونكشن سيركت سويتش نتورك الدي اس ال اللي هو مال المودم الكيبل الى اخره، هاي اخذتها ايضا بالوان. هذا مثال توضيح فايل يندز بين تو راوترز، يروح للديستنيشن، الراوتر يبدي يفتح هذا الباكيت ويشوف المن راح يروح ليا ديستنيشن اي بي، وبعدها راح يوصلها المن للديستنيشن اي بي اللي يصلح لها الباكيت سويتش نتورك باستخدام الراوتينج. النتورك ديفايز هنا عندي مهمه عند الهب والسويتش والراوتر. السؤال اللي اريد اسالكم اياه هو شنو الفرق بين السويتش والبريدج؟ اكو مصطلح اسمه بريدج، عندي هب عندي سويتش عندي راوتر، هسه راح ناخذ مواصفاتهم بس اضيف لكم فشي مهم اسمه بريدج، لازم تعرفون شنو الفرق بين السويتش والبريدج، وخصوصا بالنتورك اوبريتنج سيستم فور مايكروتيك. زين عندي مصطلحات هنا، يونيكاست من هاي النود الى هاي النود، برودكاست لكل النود، مالتي كاست لنودات معينه. زين عندي دومين يعني ذن كلهم في نفس المجال، باندويث يونيكاست برودكاست مالتي كاست، هسه راح نشوفهم ايضا مهمه. هاب يشتغل على الفيرست لاير او اس اي موديل، غير ذكي، يرسل البيانات باستخدام البرودكاست فور اول بورتس. زين كل الديفايسز المرتبطه بالهاب ار ان وان كولوجن دومين اند وان برودكاست دومين، ليش؟ لان الباكيت اللي يستلمها يدزها لكل البورتات مالته وكل
النودات اللي مرتبطه به. فالبرودكاست دومين يروح للكل، كل البي سيز المرتبطه، والكولاجين دومين يروح لكل البورتات اللي مرتبطه به. السويتش لا، يشتغل على لاير 2. اللاير 2 هذا اللاير 2 كل ديفايس مربوط ببورت، يعني كل بي سي مربوطه ببورت تعتبر ان ذا سيم كولاجين دومين، بس devices on different port. يعني عندي many PCs مثلا من كل port ماخذ انا لان، يصير multiply او multi collision domain. كل devices on switch are in the same broadcast domain. ليش؟ يعني انا عندي different port و different domain، بس كل هنا يروحن اذا سوي broadcast IP يروحن لكل البورتات في IP واحد، فاذا one broadcast domain. هنا مفهومه هذا، هاي البورتات مال السويتش هذا same collision domain لأن نفس البورت، و same broadcast domain دولة كلهم، يعني دولة same collision domain وهذا different collision domain بين البورتات، بس كلهم same broadcast domain. جيل الراوتر اللي هو أيضا مهم، يشتغل على layer 3 منه يوصل للnetwork layer، يطلع دي encapsulation يشوف وين الIP يسوي لها switching أو packaging. زين the devices المرتبطة to different port are in different domains in collision domains، مو مثل switch مو same collision domain، كل port different collision domain multiply collision domain. بعد all devices connected to one router port are in the same broadcast domain، devices connected to port are in the different broadcast domain multiply broadcast domain. يعني كل واحد مرتبط ببورت هو سام برودكاست دومين، ونفس اللحظه شنو هو devices connect to different port are in different collision domain، بس اذا بورت واحد are in the same collision domain، بس ال devices المرتبطه different port are in different broadcast domain. زين A router does not forward the broadcast. هاي مهمة الملاحظة. So it's help control the amount of traffic on the network. ليش؟ يعني the broadcast is a congestion بمن بالشبكة. لذلك يقتصر فقط على الهاب والسويتش. هذا أيضا مثال على شبكات بين the broadcast والcollision domain. طبعا عندي بروتوكولات أيضا أخذتها ال FTP file transfer بروتوكول، TFTP، SMTP، Simple Mail Transport Protocol، البوب 3، HTTP، Telnet، DNS، SMB، DHCP. بالترانسبورت أخذنا TCP والUDP، يعني TCP هاي هو المكونات مالتها من الهدر مالتها من متكون، وهنا الداتا هاي كلها هنا موجود هدر. زين عندنا الUDP أيضا هذا هو الهدر وهاي هي الداتا. هنا البروتوكول بورت مهم جدا، ليش يستخدم البروتوكول بورت؟ على مود distinguish among multiply application that are running on a single device. مثلا انا عندي اكثر من application بس يشتغل على اكثر من بورت. مثلا هنا ايش عندي؟ عندي الترنت اللي هو ال 23 ده يشتغل اذا يفتح سيشن على التورنيتو ولندن، بين التورنيتو ولندن two devices. عندي الثري هاند شيك والفور هاند شيك، تذكروها اخذتوها بالمرحله الثانيه اللي هو السينك والسينك اكنولجمنت والاكنولجمنت، يعني ثري هاند شيك. بعدين لا ايش راح يصير؟ سينك سينك اكنولجمنت اكنولجمنت زائدا كلوزنج اللي هي الفور هاند شيك اللي هي هذا موجوده كلوز، بعد ما يرسل البيانات يصير فاينل اكنولجمنت. عندي الانترنت بي اي بي وعندي اي سي ام بي بروتوكولات، عندي داتا لينك لاير، مثلا عندي الاي ار بي والماك الى اخره. الاي بي هذا هو الهدر مالته وخذتوه ايضا وشفتوه، وهنا هي الديتا اللي راح يبدي بيها. راوتينج ضارب لك مثال هنا، قال لك باكيت ارايف تو ذا راوتر انترفيس، يعني مثلا المركز بريد الحله، بعدين راح يباوع اليا منزل look at the destination address، ومن المنزل راح يحدد الباكيت وين تروح، وين هذا المنزل، بيا شارع بيا بيت بيا رقم،
يروح حد ما يوصل للريسبتن او الريسبن ريسيف باكيت او الريسيف الديستنيشن زين ريسيفز باكيت. هنا هنا الراوتينج تيبل مهم. عندي الراوتينج تيبل متكون من النتورك، يا نتورك مرتبطه به يا انترفيس ويا متريك. تذكروها هاي، مثلا على سبيل المثال النتورك A اللي هي هذه مرتبطه عن طريق الانترفيس واحد متريك واحد يعني هاب واحد. النتورك B مرتبطه عن طريق الانترفيس ايضا واحد، هاي النتورك B زين اللي هو الراوتر اللي موجود عندنا. عندنا النتورك C مرتبطه عن طريق الانترفيس اللي هي اثنين، وهذا هو ديمن، هذا هو الراوتينج تيبل مال من مال الاخضر اللي هو الراوتر واي. الراوتر اكس هذا هو الانترفيس مالته وشلون دي قيسه. وطبعا كل راوتر زين، كل راوتر براوتينج بروتوكول كتبوها الريد اي اي جي ار بي والاو اس بي اف. طبعا ما اريد ندخل بهاي التفاصيل لان كل وحده محاضره. احنا راح نسوي كونفيجريشن للراوتر اي اس اي اس بي جي بي بوردر جيت واي بروتوكول الى اخره. زين اللوجيكال ادريس هو الاي بي ادريس، والفيزيكال ادريس هو الماك اللي يكون 48. طبعا احنا دا نشتغل على اي بي فيرجن 4. زين نجي هنا مهمه جدا، البابليك اي بي او السب نيت كلاس، هاي اللي موجوده على امامكم سلاش 8 سلاش 16 24 28 الى اخره، اللي هو الكلاس سي اللي محجوز. هذا بابليك اي بي اللي يعطينا اياه الانترنت سيرفيس بروفايدر. البرايفت اي بي اللي ايضا راح نستخدمه بكثره وبكل نتورك هو هذا 10.00 الى 10.255.555 هذا سلاش 8 172 16 الى 172 31 255 سلاش 12. واريد تقولوا لي ليش صار هنا دوت 31؟ لازم تحسبوه بالباينري، لازم تعرفون هاي السوالف. 192 168 00 الى 162 حد ما يصير لي سبنيت ماسك هذا مالته، هذا البرايفت كلش مهم تحفظوه لان راح نستخدمه بكثره. انا عندي اي بيات ايضا لوك اب ادريس مال حاسبه، هذا اي بي جزء نستخدمه في اليوم وشوف لكم اياه. دي اس سي بي اوتو كونفيجريشن، هاي اللي يعطينا دي اس سي بي بالحاسبه اوتو، هذا هو الاي بي. تيست نت واحد، ايضا تيست نت اثنين، تيست نت ثلاثه، هاي اي بيات بعدين راح اشرح لكم عليها ان شاء الله على مود التستنج اللي راح نستخدمه. السويتشنج تايب زين باربع خصائص، الفلودينج اول ما تجي الباكيت الراوتي السويتش تيبل مالته فارغ، فراح يسوي عمليه فلودينج او برودكاستنج للكل، راح يسوي فلترنج المن راح يدزها، وراها شو يسوي ايجينج بعد ما مذكوره هنا. الايجينج اللي هنا اول مره في الكلودينج، بعدين فلترنج على مود يشوف من هو الديستنيشن مارك اللي يدز هي، بعدها يسوي ايجينج. ايجينج شنو معناه؟ يعني انه هاي الحاسبه هذا العنوان الماك مالتها مثلا ما مستخدم لفتره من الزمن، ايش راح يسوي له؟ راح يسوي له ريموف، يوخره من الماك تيبل او السويتش تيبل. زين اللاير 3 سويتشنج، ايضا عندنا سويتش لاير 3 بيرفورم اول ذا سيم فانكشن از راوتر بات ان فيزيكال امبلمنتيشن. زين ان المصدر مالتنا راح يكون هو ديزايننج فور سيسكو انترنت ورك سولوشن لهذا المحاضره. هاي المحاضره هي مقدمه وانتم ماخذيها حبيت، لان يعني بعض الطلبه قال اشرحناها فيديو على مود تتذكروها. هذا هو المصدر مالتها، تقدرون ادزه لكم اذا تريدون الفصل كامل وبالتفصيل. انا بالنسبه لي راح نستخدم الراوتر اوبريتنج سيستم مايكروتيك. المحاضرة الجاية هي أول محاضرة راح تكون نظرية وبعدها العملية على مود تفهمون هاي الشيء. شكرا لكم الأستاذ المساعد دكتور مهدي عبادي مانع قسم شبكات المعلومات كلية تكنولوجيا المعلومات.